المسلم الحديث والمسلم القديم. شعر المسلم الحديث بأن المشكلة الإسلامية ليست مفروضة عليه من الأعلى كما كانت أيام الخلافة العثمانية، وكما تفرض عليه القوانين الطبيعية التي تتحكم في شخصه وفي علاقاته مع الكون والحياة والإنسان بإرادة قاهرة لا رأي فيها للإنسان ولا يد ولا اختيار. وإنما المشكلة الإسلامية من صنعه المتمثل في سلوكه المتحلل أولاً وفي اندفاعه الكيفي المتسلل للعلاج ثانياً، فمن الممكن معالجتها والتخلص منها، على عكس من المسلم القديم الذي كان ينظر في كثير من الأحايين إلى المشاكل الإسلامية على أنها مشاكل طبيعية ترفض الخضوع لإرادة الإنسان. فكما لا يستطيع تحويل مسيرة النجوم وتطوير غرائز الإنسان وتبريد النار، كذلك لا يقدر على تعديل سلوك المسلمين لإلغاء المشكلة الإسلامية.